بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 3 سبتمبر 2018 بتيغنيف عند المحل سي اسماعيل المسعدي. اسماعيل خبرنا عن النتيجه اللي وصلت فيما يخص الفيديو تاع بن عمر العريس. اول نشكر الله عز وجل اللي وفقنا بان نمشوا في هذه المبادره الخيريه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا امشي في حاجه اخي خير من ان احتاج كفاف في مسجد هذا. اليوم حنا الامال راهي في البيت البناء جاني واحد الانسان خلصنا البلاط كاع، وهان انسان قصته تاع البلافو تاع الجبس، ومازال الناس هاني وعدونا قالوا لنا غير سهل ان شاء الله. ونشكرك انت بزاف 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 على هذه الوقفه اللي وقفت معنا، ونشكر هاني وقفه جمعيه الجزائر الخير اللي وقفت في هذا مع اخونا بن عمر. وان شاء الله نتمنى هذه الامال الخيريه تزيد تبادر الناس هاي محتاجه. ولماذا الشرقي صاع خو بن عمر رانا متواجهين لواحد العائله طلبونا ربي باه يسهل خونا بن عمر. سي بن عمر غمرنا انتم متواجدين للعائله. ان شاء الله يا ربي وبقدره ربي، وحنا رانا باين نديروا حاجه تاع خير الله يكثر الناس. ديروا نداء للمحسنين باش يزيدوا يساعدوكم يزيدوا هذا الشيء. وهذا الشيء راه معروف معروف على مستوى بلديه تيغنيف. بن عمر معلم بن عمر معروف. سمعت والله يكثر اسماعيل وتميلوا الناس والناس والناس والله يكثر خيرهم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم نشكر عمي احمد تشيشة الذي يعين هذا المحتاجين. بالعمر علام معروف بالعمر علام عنده الزواج ان شاء الله يا ربي على القريب. احمد تشيشة واقف معنا واقف مع الجمعيه يعطيه الصحه باش يدنا فيه. هو كل شيء في تيغنيف، عندنا في تيغنيف كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وما كان في حاجه اخيك الله في حاجته. هذا قال رسول الله. نقول لك شكرا اخونا احمد، شكرا شكرا. ماشي غير هذه المبادره اللي كدير فيها، حتى الحملات اللي كديرها تاع النظافه وراك تكشف العيوب. انت ما تكشف العيوب ماك جاي ضد البلديه، بالعكس راك تحفز الناس باه تنقي باه الناس تقوم بنظافه المدينه. هذا شيء ايجابي، احنا نتمنى ان شاء الله نكونوا كاع ايجابيين. هذه باه تيغنيف تاعتنا والناس المحتاجين راهم خوتنا، نعاونوا في سبيل الله. وحنا خاطينا السياسه البوليتيك، حنا نديروا حاجه تاع خير ان شاء الله. غير الخير حنا غير خاطينا معروفين من اجل تيغنيف، من اجل الفقراء والمساكين. نبغوا بلادنا مساكين يقعدوا مساكين. اذا كاش نداء من هنا ومعروفين على مستوى بلديه تيغنيف، الناس مساكين قليلين. صحيت سي جمال، شكرا. اش نقولوا؟ الله يهدي هذو الاغنياء تيغنيف يعاونوا هذو المحتاجين ان شاء الله. يا مسامحين فينا الحمد لله يا ربي، حنا ما قصدناش. شاكين محتاجين الموزين هذو اللي خاصهم. بارك الله فيكم، صحيتو وشكرا. الله يبارك فيك سامر، بالتوفيق. الله ينورك سامر.